تقريبا 3000 هكتار نحكي على البطاطا الفصلية، هي تو بدات التقليع نتاعها. هذا كيف كيف معناها بتعليمات من السيد الوزير، كنا مطالبين باش نعوضوا نقص الكميات والمساحات في المناطق الاخرى، وتوصلنا ان شاء الله الى غراسة تقريبا 3600 هكتار من البطاطا بنوعية ممتازة جدا. السنة معناها كانت معناها تقريبا قل ما شاهدنا النوعية هذه. تقليع بدينا تقريبا قلعنا تو الى حد الان تقريبا 800 هكتار، وان شاء الله يخلينا هذا كيف كيف معناها مش نعرفوا معناها نقص في كميات البطاطا في الفترة الفايتة وفي الصيف. وهذا دور نابل ما بتعرفوا أنا عندها دور تعديل كبير على مستوى الإنتاج الوطني في جميع المواسم وفي جميع القطاعات المنتوج الفلاحي، وعندها دور كبير ياسر. دور التعديل هذا إن شاء الله ديما تقوم به رغم الضغط على الموارد المائية وحتى على التربة.